أهلا وسهلا بكم. سنصمم في هذا الدرس فقاعات حوارية بعدما صممنا في الدرس الأول فقاعات كلامية، أي أننا تقدمنا قليلا، لكن الهدف يبقى في هذا الدرس هو التعرف على أداة المستطيل والتعرف أكثر على كيفية تعامل برنامج إنكسكيب مع الألوان. إذا نبدأ بفتح إنكسكيب. في شريط الأدوات لدينا هنا أداة المستطيل، أقوم باختيارها والضغط في مكان في مساحة العمل ورسم شكل على شكل مستطيل، مثلا هذا الشكل. هنا أقوم برسم مستطيل، لاحظ معي أن هناك في الجانب دائرة. هذه الدائرة تمكن من التحكم في حدة تقعر جوانب المستطيل. لاحظ أني حين أقوم بالضغط عليها اختيارها وجرها أسفل أن الجوانب هناك تحدب للجوانب، هناك دائرتين في الأول تكون متطابقتين، يمكن أن أقوم بجر كل واحدة للطول واحدة للعرض على هذا الشكل. إذا أنا مثلا سأترك هذه الشدة هنا، وهذه هذا المستطيل للتحكم في العرض والطول. إذا قمت برسم مستطيل، أقوم باختياره عن طريق الضغط على F1 أو F1. يمكن أن أتحكم أيضا الآن في حجمه، مثلا سأعطيه هذا الحجم. الآن أضغط على Ctrl لأحافظ على نسبية الطول والارتفاع، وكما رأينا في الدائرة أي شكل يكون له لون ملء ولون جوانب. في هذه الحالة لون الملء لون رمادي غامق، ولون الجوانب لون أسود. طيب، أنا سأظهر شريط الألوان لأعطي التصميم الخاص بألوان مختلفة. إذن هو مختار الآن، قم بجره إلى هنا. سأعطيه اللون، بالنسبة لي لون الملء، سأعطيه اللون مثلا هذا، مثلا هذا اللون أعطيه لون أسود. وبالنسبة للجوانب سأعطيه أختار لون طلع ضربة الريشة هنا. يمكن أن أدخل، بالنسبة للآن نتعامل مع الألوان، يمكن أن أدخل قيمة مكونات اللون، لأن في التصميم عموما يكون اللون مكون من لون أحمر، قيمة للون الأحمر، قيمة للون الأخضر، وقيمة للون الأزرق، وهنا لدينا الشفافية. هو ما نعني بـ RGB Red, Green, Blue، كل لون هو تجميع من نسب لهذه الألوان. لكن الآن سنكتفي بعجلة الألوان. يمكن أن نختار من خلالها اللون الذي نريد بالنسبة للجوانب. لاحظ مثلا الآن لون الجوانب يتغير، وهنا أيضا لون قيمة اللون طبيعة الحال تتغير. طريقة أخرى للتعامل مع لون الجوانب أو اختيار لون الجوانب، يعني مثلا ليس هذه العارضة بل هذه العارضة. مثلا أنا أريد أن أعطي لون الجوانب الآن لون لنقل مثلا غامق، فقط لأوضح لكم أنا سأعطيه لون أبيض في النهاية. سأقوم باختيار اللون الذي أريد وأقوم بجره إلى هنا لهذا الشكل. لاحظ أنه تغير الآن لون ضربة الريشة للون الذي اخترت. أعطي لون آخر لتلاحظوا الفرق، وهنا يتغير بطبيعة الحال أيضا. إذن كما قلت أنا سأعطيه لون أبيض لأنه هو اللون الذي أريد أن أعطيه في التصميم الذي أريد. إذا سأعطيه أبيض، لون أبيض. في هذه الحالة لن يظهر لأن لدي خلفية هنا بالنسبة لمساحة العمل خلفية بيضاء. سأقوم بتصغير الشكل من ناحية على هذا الشكل. الآن سأضيف له هنا لتظهر شكل مثلث صغير ليظهر أن هناك فقاعة كلامية. إذا أستعمل أداة بيزاير كما رأينا في الدرس الأول، وأقوم برسم أداة هنا مثلا على هذا الشكل، أو تصميم على هذا الشكل. أقوم برسم مثلث. الآن سأعطيه نفس لون المثلث أو نفس لون المستطيل عفوا، لكن أنا أريد أن يكون لهما نفس لون الملء ونفس لون الجوانب. في حال أعطيت مثلا اختار F1 لاختيار هذا الشكل، في حال أعطيت هذا
الشكل، لون. في حال مثلا أعطيته نفس لون المستطيل، الآن لدي مشكلة في لون الجوانب حتى لو قمت بإعطائه لون أبيض. رمز اللون الأبيض دائما هو F F F لمن أراد. راح مثلا معي F F F هو رمز اللون الأبيض. يكون لي مشكل أنه هنا مثلا الجوانب هنا تظهر، لذلك سأعمل على تقنية هي أني سأقوم بدمج العنصرين ليصبح عنصر واحد. لذلك سأقوم بالضغط على المستطيل، أضغط على زر Shift، أضغط على الجزء الثاني من التصميم وأنتقل إلى جسم أو مسار وأضغط توحيد. الآن أصبح لي هذا الشكل وجزء واحد، أي قمت بتوحيد العنصرين مع بعضهما البعض. إذن لدي الآن الجزء الأول من التصميم الذي أريد أن أقوم به. كما رأينا في الدرس السابق، الآن نعود لبعض التفاصيل التي لم نتطرق لها بتفصيل أكثر في الدرس السابق. هنا أقوم باختيار شكل، تظهر هذه اختياري أول مرة، تظهر إمكانية تغيير الحجم. هنا أقوم باختياره ثاني مرة، تظهر إمكانية إدارته. لاحظ الآن يمكن أن نلاحظ أن هناك دوران. أقوم بتراجع العملية عن طريق الضغط على Ctrl Z. في الجوانب يمكن أن أقوم بتغيير زاوية الشكل. لاحظ معي، إما من هنا من الطول أو من العرض كما تلاحظ معي مثلا الآن. طيب، الآن قمت برسم الجزء الأول من التصميم. بدل أن أقوم برسم الجزء الثاني، سأعمل على استنساخ هذا الجزء واستخدامه كجزء ثاني لأنهما سيكون تقريبا متشابهين. إذن سأضغط يمين على الشكل وأختار استنساخ، أو أضغط على Ctrl D. الآن تم إنشاء شكل جديد مستنسخ عن الشكل السابق. طيب، أضغط على Ctrl Z لأقوم بالتراجع عن العملية. بسهم لوحة المفاتيح يمين أقوم بتحريكه إلى اليمين على هذا الشكل. الآن سأقوم بتغيير حجمه، سأجعله أكبر مثلا على هذا الحجم، أقوم بجره إلى هنا. ولاحظ الحركة الآن التي سأقوم بها، يعني سأريد قلبه، لذلك يمكن استعمال هذه الأزرار هنا أعلى، يمكن قلبه أفقيا أو عموديا أو أفقيا. مثلا أنسى أقوم بقلبه عموديا على هذا الشكل فأحصل على هذه النتيجة. طيب، أقوم بجره أسفل، أقوم بتكبير الشكل أكثر مثلا على هذا الشكل، وأقوم بتغيير لونه لأعطيه لون يكون داكن نوعا ما. سأترك هذا اللون على هذا الشكل. وهنا في الجوانب أريد أن يكون هذا الفرق بين الجزئين من التصميم أكبر، لذلك سأقوم باختيار هذا الجزء من التصميم، أنتقل لأسلوب ضربة الريشة، ومن هنا يمكنني التحكم في حجم الجوانب أو حجم لون الجوانب. هنا لدي الوحدة هي بيكسل افتراضيا، لكن يمكن اختيار وحدة أخرى، مليمتر، سنتيمتر، متر، إنش، قدم. إذن هناك عدة وحدات، لكن أنصح بالبقاء مع وحدة بيكسل لأنها المستخدمة بكثرة في التصاميم عموما، ليس في برنامج إنكسكيب فقط. إذن مثلا سأعطيه 8 بيكسل فأحصل على الشكل التالي. أقوم باختياره جميعا Ctrl A، وأقوم بجره إلى هنا، وأضيف له في النهاية علامة استفهام كي لا نترك الشكل فارغا لهذا الشكل. علامة استفهام كبيرة جدا لأني لدي حجم كبير افتراضيا، أقوم بتصغيرها مثلا وأقوم بإعطائها لون أبيض.
الشكل أضغط خمسة. خمسة يقوم بالضغط على زر خمسة، خمسة فقط، رقم خمسة في لوحة المفاتيح، يقوم إنكسكيب بتغيير حجم التصميم ليتلائم مع مساحة العمل، أي أنه يضعه في مركز مساحة العمل. قم باختيار الشكل أن يمكنني فقط لتلاحظ النتيجة النهائية. يمكن تكبير تصغير التصميم دون التأثير على جودته. بهذا نكون حصلنا على نتيجة فقاعات حوارية باستخدام أداة المستطيل والتعرف على بعض التقنيات في استعمال الألوان من حيث لون المل ولون الجوانب. إذا نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.